لكل من آمن بالحلم وعاشه، لكل من خطط للدرب وخاضه، لكل من لم توقف حدود السماء طموحاته وكون أفضل الشراكات خلال مسيرته، لكل من ساهم معنا بالتطوير والتشييد، لأجيال العز التي بالإمارات تعيش، لكل من سطر اسمه معنا بالنجاح، لكل من يعيش معنا بسلام، لكل من جعل هذا المكان لا يقارن بأي مكان، لكل العائلات التي تسمي بلدها الإمارات، ولكل الحالمين بمستقبل أفضل بالذات، لكل ما أنجزناه وحققناه لكم وللإمارات ومن أجل حياة أفضل اليوم وغداً.